ورش بناء هذا المعلمة القضائية الكبيرة، والاستماع في عين المكان إلى آراء المهندسين والتقنيين، والاستنارة أيضا التوصيات وملاحظات المسؤولين القضائيين اللي غيشتغلوا هنا في المستقبل. إذن هذه بنايات تستجيب لكل المواصفات، وإن شاء الله ستكون معلمة كبيرة من معالم المدينة، وستسمح للسادة القضاة وللسادة كتاب الضبط بالعمل في أجواء مريحة، وتمكن المتقاضين إن شاء الله من خدمة قضائية في مستوى تطلعات المغاربة. الله تعالى بركاته. إذا أولا أرحب بالسيد وزير العدل والطاقم المرافق له، وكنشكرهم جزيل الشكر على الاهتمام، وهذا ما ألفناه فيهم أنهم دأبوا على 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 استراتيجية معينة، وهي تحديث المحاكم الموجودة وخلق محاكم جديدة ومد يد المساعدة لكل مسؤول، وتجهيز المحاكم بما يليق بالوقت الحاضر. وكنشكر ثاني مرة السيد وزير العدل على الاهتمام ديالو البالغ وعلى الأخلاق العالية اللي كيتمتع بها. والمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة غير مستثنات من الاهتمام ديال السيد وزير العدل، لذلك فعرفت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عدة مشاريع، منها أساسا خلق وبناء ثلاث محاكم لقضاء لمركزية، منها المحكمة الابتدائية. بدأت أولا بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بالقصيبة، ثم المحكمة الابتدائية بزاوية شيخ، ومؤخرا المحكمة أو القاضي المقيم بمركز أغبلة، وكلها محاكم في المستوى العالي، أقول في المستوى العالي بشهادة جميع المنتخبين وكل الفعاليات ديال المدينة. والآن هذه زيارة عاوتاني كيشرفنا بها وزير العدل، وهي لتفقد الورش المحكمة الأسرة التابعة لمحكمة قصبة تادلة، والذي عرف يعني تطور أنه يوشك على الانتهاء. وهذا ما يدل على شيء، فإنما يدل على الاهتمام البالغ السيد وزير العدل بهذا القطاع هذا، وبهذا الإنجاز وهذا الاستراتيجية اللي خططها وزارة العدل في سبيل النهوض بالمؤسسات القضائية وتوفير العاملين بالمحاكم، توفير لهم يعني ظروف العمل اللائقة والتي تليق بهم وبالأطر جميعا. ومرة ثانية أشكر الإخوان الصحفيين سي عزيز والطاقم المرافق له، لأنهم يعني كيبذلوا مجهود جبار في سبيل تغطية جميع أنشطة التي يقوم بها سواء وزير العدل أو أي مسؤول أو الودادية أو لهذا. فأرحب بهم مرة ثانية بيننا وفي محكمتهم وفي بيتهم الثاني، وشكرا.